عمك بيبيكم. اليوم انا اسمي اسراء عمري 12 سنه، جيت اقدم لكم وصفه السوفلي بالتونه والفرمج. عندنا هيا يلا معايا مقادير. عندنا كيس حليب دافي، نص كيس زيت تعليتي، عندنا حبه بيض، 50 جرام تاع زبده، عندنا مغرف سكر ومغرف خميره تاع الخبز، وعندنا نص كيس خميره كيميائيه، وعندنا قرصه ملح ونلموها بالفرينه. وبالنسبه للحشو ونديرو فرماج وتونة. ويلا نبداو الوصفة. نديرو كاس حليب دافي، ونديرو الخميرة والسكر، ونديرو حبة بيض، نزيدو الملح، ونزيدو الخميرة الكيميائية، ونخلطو. خلطو مليح، ونزيدو الفارينة. الفارينة باش تتلم، بعد ما لميناها نخلوها نصف ساعة تخمر، ساعة نحلوها. نديرو الحشو، بعد ما درنا الحشو نغرقوه. ونحطهم في الفرن مدة 20 دقيقة درجة 180 درجة.